رايك يوم الاربعاء ستعقد الجلسه 27/10 بغض النظر عن المتغيرات، المناورات، الصفقات السياسيه، السيد الصدر لحد الان لم يبدي رايا، ليست هنالك تغريده ملفته للنظر، هل يمكن القول ان السكوت علامه الرضا ان هنالك موافقه من السيد الصدر؟ يعني يوم 28/29/9 جلسة راح تعقد والسيد الصدر لحد الآن ما أبدأ رأي، يعني ضمن موافق؟ أنا ما أعتقد يعني هي علامة الموافقة، وأنا حسب ما أعرف يعني أنه السيد الصدر أعطى مهلة إلى ما بعد يعني ولادة زيارة الرسول، يعني بعد أكثر من يعني 10 أيام أسبوعين، يعني هذه الـ يعني الفترة الجديدة اللي هو يخرج بها عن الصمت السياسي ويعني لا يصرح بما يحدث، فبالتالي أنا أعتقد أيضا أنه هو ينتظر ما بعد يعني يوم 1/10، وهذا يعني اللي الطبقة السياسية واللي اجتمعوا البارحة ما يحسبوا لحساب. سيدة شروق العبايجي، الكل يراهن على تظاهرات 1/10 وهنالك تحشيد كبير خلال هذه الأيام، أنت قريبة من كل الأطراف، تعتقدين سيكون هنالك ثقل للتشرينيين من جديد أم الوضع يعني فيه خلافات داخلية بين قوى تشرين؟ يعني باختصار استاذ نجم، نعم تشرين ستعود بقوة، وقد يعني مو فقط في 1/10 وإنما كروح تشرين وكمطالب تشرين، والسبب الأساسي واضح أنه الأسباب اللي أدت إلى اندلاع انتفاضة تشرين لا تزال موجودة ومتفاقمة أيضا، وبالتالي هي ليست فقط عملية استذكار وإنما أنا أعتقد ستكون لها تداعيات أخرى يعني، بس الأشكال ما نقدر نعرفها لأنه هذه تعتمد على ديناميكية الـ يعني الحركات والأوضاع، وهذه الاختلافات بين النشطاء وبين هذه طبيعية جدا، ويعني لا تشكل أي مثلبة على ثوار تشرين أو على مسمى تشرين، ولكن أنا فقط اسمح لي أنه أؤيدك بالسؤال اللي طرحته على الدكتور أياد بأن هو هذا الغرض الأساسي من تقديم السيد الحلبوسي الاستقالة، أنا أعتقد هي كانت يعني الحصول على دعم سياسي أمام مناطقه وجمهوره والمعترضين خصوصا بالفتره الاخيره زادت، لكي يعزز من موقفه امامهم من خلال هذه الصفقه السياسيه، هي مجرد صفقه سياسيه، هي ليست لعبه يعني تشرشل يعني لما كان يشتغل سياسه، هي صفقه اني وضعي ضعف بهالفتره، معارضتي قويه بالمناطق اللي يعني محافظاتي بتذمر شديد، ادعموني سياسيا حتى امشي وياكم بهذا التحالف بكل بساطه. طيب